الحين وين بنروح؟ بنروح لزميلنا فيصل القحطاني وتحديدا من ساحة العروض. فيصل مساك الله بالخير، كل عام وانت طيب. احنا نتكلم عن الأجواء التنافسية في إبراز العروض وإبراز الفعاليات، كل هذا من أجل المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية. أنا أترك لك المساحة القادمة تطلع السادة المشاهدين عليها، أو تطلع السادة المشاهدين على أبرز الفعاليات اللي حتكون حاضرة معك اليوم يا فيصل، تفضل. يا هلا يا محمد ونهى، وكل عام وانتم بخير، مشاهدين قناة السعودية بألف خير، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويعيد علينا الأعياد بأزمنة مديدة. مشاهدينا، نتحدث عن ساحة العروض في الدائري الشرقي اللي نتواجد فيها وتشهد كثافة عالية. أكيد هالفعالية اللي تستمر لمدة 6 أيام، فعاليات متنوعة، مسرح يقام فيه عدد المسرحيات، الحفلات الغنائية، أيضا العاب الخفة، فعاليات كبيرة في ساحة العروض على الدائر الشرقي في منطقة الرياض. الحديث أكثر عن الفعاليات ونتعرف على الفعاليات أكثر، ينضم إليه الأستاذ سعيد الغامدي مدير الفعاليات في ساحة العروض. رحب فيك أبو زياد، يا مرحبا. حياك الله، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالتلفزيون السعودي، مرحبا بكم. طبعا نحن نبارك البداية لولاة أمرنا والمواطنين والمقيمين، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة للفعاليات بساحة الاحتفالات والعروض بالمخرج 10 بمدينة الرياض، تحتوي طبعا على فعاليات أكثر مشوقة وفعاليات ترفيهية وفعاليات مختلفة بمناسبة العيد، وتستمر لمدة 6 أيام، منها الفعاليات الغنائية والفعاليات المسرحيات، فيها العروض الخفة، عروض الإثارة، عروض المسيرات، التجمعات، في عروض مسابقات الأطفال، بالإضافة لذلك مسرحيات متنوعة للأطفال أيضا. والمكان متوفر فيه جميع الخدمات، من ألعاب، من تسوق، من فعاليات تراثية، فعاليات شعبية، فرق شعبية أيضا، فرق الدمى والمهرجين، 30 فعالية يوميا تقدم للزائرين مختلفة، تبدأ في تمام الساعة 7 مساء وتستمر إلى الساعة 2 فجرا. وطبعا يعتبر أنه من أكبر المواقع التي تنظمها أمانة منطقة الرياض وتنفذها، اللي هو مخرج 10، كمساحة وكإقبالا وكعروض ترفيهية، حيث أنه يحتوي أكثر من 30 فعالية يوميا. شكرا لك أستاذ سعيد، الله يعطيك العافية. شكرا لك مشاهدينا، يعني زي نقلنا لكم الفعاليات الموجودة في ساحة العروض في الدائري الشرقي، زي ما ذكرنا كثافة عالية الآن يشهدها هذه الفعالية من أمانة منطقة الرياض، واللي تستمر لمدة 6 أيام، من 7 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل. دعوة نقدمها لكل زوار الرياض لحضور هذه الفعاليات والاستمتاع بالأجواء وأجواء العيد الجميلة في